لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ايش بقى عندك؟ خلينا نتكلم على المدير الفني للنادي الاهلي لازارتي، المدير الفني الاورجواني، وهحكي لكم القصه بتاعته كلها تبقى عامله ازاي. وده السؤال اللي احنا سالينه لحضراتكم. اسمه مارتن لازارتي، مواليد 61، جنسيته اورجواني، والده اسباني، والدته من اورجواي، مركزه كان وهو لاعب كان مدافع، مسيرته كمدرب من سنه 96. انجازاته كمدرب، فاز بالدوري في الاورجواي مرتين، ودوري الدرجه الاولى في ايضا في الاورجواي، دوري الدرجه الاولى كمان الاسباني، دوري تشيلي الممتاز، كاس تشيلي وكاس السوبر تشيلي. بص بقى، يعني انت لما تيجي تتكلم عن مسيرته، هو ابتدى في التدريب، طبعا ابتدى التدريب وهو عنده 35 سنه مع فريق اسمه رامبالا جونيورز الاورجواياني، حقق معاهم المركز الثاني في الدوري. درب الوصل الاماراتي في 2002، كانوا في المركز الاخير وخلص معهم الدوري وقت المركز الخامس. مرن ريفر بليت الاورجواياني وحقق معهم دوري الدرجه الاولى وصعدهم للدرجه الممتازه. بعدين درب ناسيونال الاورجواياني، حقق معهم الدوري مرتين متتاليتين. اكبر فريق دربه كان ريال سوسيداد في الفتره من 2009 ل 2011. كان ساعتها ريال سوسيداد في دوري الدرجه الاولى الاسباني، صعد بيهم للدوري الاسباني الممتاز في اول موسم له مع الفريق، والموسم الثاني حقق المركز ال15 بعد انطلاقه قويه، وبعدين رحل مع نهايه الموسم. كانت على فكره بدايه جريزمان تحت قيادته الفنيه. شوف بقى، علشان نبقى منصفين، المدرب كمدرب ما عندوش السيره العبقريه، ما عندوش سيره عظيمه، واخد بالك ازاي؟ ولكن دايما بقول كده ودايما بحسبها الحسبه ديت، هشوفك في الملعب واحكم عليك كمدرب بالنتائج وبالاداء. ومانويل جوزيه ما كانش جاي النادي الاهلي عنده اصلا سي في قوي، والناس ساعتها لو تفتكروا كانت بتتكلم عن انه مش موجود اصلا في التصنيف في البرتغال في حاجه، لكنه جه والكاريزما بتاعته الشخصيه ركبت على النادي الاهلي وركبت على تروس النادي الاهلي، وكميته مشيت مع جمهور النادي الاهلي ومع لعيبته، وبالتالي كان هذا الكم من الانجازات. فاي مدير فني انا بشوف بيه، حتى لو عنده سيره ذاتيه او سي في قوي حتى كمان بره مصر، بقول ان الحكم عليه جوه مصر جوه التجربه المصريه دايما بيبقى مختلف. فخلينا دايما نحكم الحكم القيم. الحكم القيم اللي هو ايه؟ احطك جوه البيئه ديت ومع الفريق ده ومع الامكانيات المتاحه، وهي بالمناسبه بتبقى افضل امكانيات في مصر مع نادي زمالك دلوقتي اللي بيوفر لاي مدير فني لبن العصفور، وبالتالي بعدها احكم عليك اقول انت مدير فني ناجح ولا لا، وماشي كويس مع الفرقه ولا لا. بس لازم الناس تعرف انه اي مدير فني هيجي النادي الاهلي في التوقيت ده اللي هو لازارتي اللي جه وهيمسك الفريق، ما هوش مطالب خالص قدام جمهوره، قدام جمهور الاهلي، انه يفوز ببطوله الدوري. يعني ولو قال اي كلام غير ده، يعني لو جه وقال انا هجيب لجمهور النادي الاهلي بطوله الدوري، اعرفه ان هو من هو انا بقول هو لسه الراجل ما عملش تصريح، بس لو جه وقال انا هجيب للنادي الاهلي بطوله الدوري يبقى الراجل ده هجاص. لو جه وقال هنشتغل مع الفرقه وما وعدكوش بحاجه وبتاع، يبقى الراجل ده واقعي جدا جدا، لانه اي مدير فني اجنبي جاي غريب، والغريب بالمثل البلدي بتاعنا يقول لك ايه؟ الغريب اعمى ولو كان مفتح. جهزوا له تقارير وحضروا له تقارير وحضروا له الفرقه ويشوف الفرقه، كل الكلام ده على عيننا وعلى راسنا. لكن لما تيجي وتشوف الفرقه حاجه تانية، وتشوف مراكز اللعيبه، وده يقنعك وده ما يقنعكش، وده كان اساسي وده هيبقى يتحول يبقى احتياطي، وده ما كانش في الحسبان وهيبقى دلوقتي هو اللي هيبقى في التشكيله الاساسيه. كل الكلام ده بيبقى الايد بتاعه المدير الفني، الدماغ بتاعه المدير الفني، وبالتالي التصريحات بيبان دايما جزء من شخصيه المدير الفني. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ليها علاقه بجيلاردو الانجولي، اللاعب الانجولي اللي مضى للنادي الاهلي لمده 4 مواسم ونصف. خلص المهندس عادل القيعي مستشار التعاقدات كل الامور الاداريه والماليه، والمفروض اللاعب هيحضر للقاهره للانضمام للاهلي. كابتن محمد فضل، وانا قلت لحضراتكم لو تفتكروا ترجعوا بالذاكره الاسبوع اللي فات لما قلت لكم انه مخلص لعيبه جوه مصر وبره مصر، وقلت لكم انه ده جاهز، وانه الراجل مستني بس تحركات كلها ليها علاقه بالانديه، لكن هو بيخلص مع اللعيبه.
كابتن محمد فضل يمكن نزل بوست على فيسبوك كان مثير للجدل شوية، انه قال انه ده شغلنا احنا مخلصينه من شهر 9. على فكرة هو عمل كده برضو معاه في موضوع محمد محمود، بس المرة دي او وحيد تحديدا، وحيد ومحمد محمود بطين. المرة دي يمكن اللي مختلف شوية لانه الناس انتقدته بشكل لازع، انه قالك طب انت خسرتنا اللعيب لما ده خلصان من شهر 9، ولما ده انت يعني مظبطين كل حاجة، طب ليه خليته لعب مع اول اغسطس في الدور الاول في البطولة الافريقية وخسرته النادي الاهلي صفقة زي دي؟ لو انتوا كنتوا مخلصين شغلكوا كنتوا المفروض انه اللعيب ده تقنعوه وتقنعوا النادي بتاعه انه هو ما يشتركش معاه عشان يبقى موجود، ومن حق النادي الاهلي انه هو يشارك في البطولة الافريقية. وجهة نظر، بس دي وجهة نظر الناس اللي بتنتقده، وبتخيل ان هي يعني وجهة نظر يعني ما هياش بعيدة، ولكنه في نفس الوقت الناس لازم تحط في اعتباراتها انه فترة من الفترات انا بتحرك، انا كشخص اعمل في التعاقدات بتحرك بشكل منفرد واعمل شغلي واعمل الهوم وورك بتاعي بعدين اجي اسلم الورق. فهو الراجل عايز يقول للناس بعد ضغوط تعرض لها، يعني انا مسلم الورق بتاعي، وممكن الناس ما يعجبهاش يقول لك لا ما هو النادي الاهلي مش متعود على كده، مش متعود على انه حد يقول انا مخلص شغلي او لس. هو مع الضغط الشديد اتخيل ده، مع الحملة اللي كانت معمولة في فترة من الفترات انه الاهلي ما بيجيبش صفقات، الاهلي ما تحركش بشكل الافضل، فتحت وطأة الضغوط دي كابتن محمد فضل اضطر ان هو يبرق ساحته ويقول انه انا عامل الشغل ده. جمهور النادي الاهلي تحديدا ما بيحبش الفكرة دي، ممكن هو ده اللي يتاخد شوية على كابتن محمد فضل، انما لو فيها حسن النوايا الناس هتفهم انه الراجل في النهاية عايز يراضي جمهور الاهلي ويقول لهم ان احنا شغالين وانا واحد فرد من المنظومة فشغال في المنظومة وبحاول قدر المستطاع اعمل اللي عليا عشان خاطركم. ده مفاد القصة كلها في النهاية بتاعت محمد فضل و جيرالدو. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيبقى ده لعيب معاه، لكن مش هيتم ادراجه في افريقيا في الوقت الراهن. ده ما يتعلق بجزئيه التعاقدات الجديده في النادي الاهلي. هروح لفاصل، وبعد الفاصل هنكون مكملين لسه مع حضراتكم في ملعب 90 90 مع ابراهيم فايق، وهناخد من ردود افعال حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك وعلى تويتر، وهنتكلم كمان عن النادي الاسماعيلي زي ما كنت بكلمكم في البدايه. فكره انه المصري خلص جاب مدير فني جديد الكابتن ايهاب جلال امبارح بالليل، الاسماعيلي خلص مع مدير فني بلجيكي مقدوني او مقدوني بلجيكي يحمل الجنسيتين. برضو نفس القصة اللي احنا لسه بقولها على الاهلي هقولها برضو على المدير الفني ده للنادي الاسماعيلي. هنشوف ونحكم مش بالاسم خالص على فكرة، بالشخصية وبالامكانيات الفنية اللي بتبان في ارض الملعب. بس المشكلة انه المهام بتاعت المدير الفني دي اصعب بكتير جدا جدا من المهام بتاعت المدير الفني للنادي الاهلي. المدير الفني للنادي الاهلي جاي على فرقة النادي الاهلي، فرقة بطلة في النهاية، الاهلي لما اخدش بطولة الدوري هياخد مركز تاني، انما الاسماعيلي في موقف اصلا صعب في منتهى الصعوبة. بس ارجعوا بالذاكرة لو انتوا فاكرين كلامي كويس، انا جيت لكم هنا من شهر 11 قلت لكم في اتنين مش مكملين في النادي الاسماعيلي، عصام الحضري وفييرا، الاتنين مش هيكملوا لو النادي ما تعاقدش والاداره ما تعاقدتش مع لعيبه جدد. وبسبب ذلك فييرا مشي، يمكن مشي بعد الهزيمه اللي فاتت، وكان على فكره كان في كلام لحد اخر لحظه انه يكمل وانه ما يسيبهمش، بس الراجل لاسباب برضو كمان ليها علاقه بالتعاقدات ما كملش. الكابتن عصام الحضري كلكم مصر بالنسبه لي كانت المباراه الاهم هي مباراه الترجي التونسي والعين الاماراتي، واللي فيها فاز العين بثلاث اهداف دون مقابل. محمد احمد سجل في الدقيقه 3، وحسين الشحات نجمنا المصري المحترف في صفوف العين تالق بشكل كبير جدا جدا ومتالق في هذه البطوله، سجل الهدف الثاني في الدقيقه 18. بندر محمد سجل في الدقيقه 90. جماهير النادي الاهلي طالعه بحسين الشحات السما، لانه له لقطه وهو في المباراه بيشاور للاعيبه الترجي على الهدف الثالث بايديه كده بصوابعه ثلاثه، فجمهور النادي الاهلي وقع. حسين لم يخفي ده الحقيقه، كان في لقاء معانا في دي ام سي سبورتس السنه اللي فاتت، انا فاكر كويس قوي، كان في مداخله هاتفيه اول لما الكلام طلع، واول لما كان لابس فانيلا حمراء وهو موجود مع او بيحضر احد المباريات الافريقيه للنادي الاهلي، وكان هو بيلعب في المقصه. سالته قال لك انا اهلاوي، يعني اهلاوي وبحب النادي الاهلي. قال نعم، يعني انا بساند وباذن النادي الاهلي، بلعب في المقصه وولائي وانتباهي لفرقه المقصه، بس انا اهلاوي. وبالتالي الناس ركبت الكلام ده قبل كده على
اللقطه او المشهد اللي حصل انه حسين الشحات بيشاور لعيبه الترجي بالثلاثه الهدف الثالث. فجمهور النادي الاهلي من ضمن الحاجات اللي يعني خلتهم مبسوطه بحسين الشحات. حسين كتير جدا جدا كان قريب من النادي الاهلي لحد ما اتباع للعين الاماراتي. معرفش الناس بتتكلم انه حسين الشحات هيرجع النادي الاهلي تاني وكذا وكذا. بس عايز اسال سؤال وحد يقول لي هل هيبقى الاجابه عليه ازاي. انا لو انا رئيس نادي العين الاماراتي وعندي لعيب زي حسين الشحات بيكسبني ويسجل لي وبيعمل اللي بيعمله ده وبيتالق بهذا الشكل واخد جائزه افضل لاعب في المباراه امبارح في كاس العالم للانديه، خد بالك بكلمك في كاس العالم للانديه، هسيبه ليه؟ يعني تاني كده عشان الناس يقول لك حسين الشحات قريب من النادي الاهلي. بس السؤال، وعارف انه الاهلي فاتح معايا يعني عارف، بس بسال سؤال وعايز اشوف رايكم انتوا ايه. انا لو انا رئيس النادي، لو انا مدير فني ومعاه لعيب بيكسبني هسيبه ليه؟ هسيبه عشان حاجه واحده بس، هتدفع لي فيه فلوس ما سمعتهاش عنها قبل كده، هتدفع لي فيه لوكشه فلوس كده هتخليني افكه باتنين اتنين على نفس المستوى. غير كده فنيا انا عمري ما هسيبه، ولا انا غلطان؟ هنفكر فيها سوا كده مع بعض. مباراة تحديد المركز الخامس في كاس العالم للاندية هتبقى يوم الثلاث ما بين الترجي وجوادلاراخا الساعة 4:30. انا بكلمكم كده على الماتشات بتاعت كاس العالم نهائي ريفر بليت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.